عندي طبعا القلقاس الشوربه بتاعته على النار وما قلقش مش هدلها يعني ليمون زي كل مره. اهم حاجه عندي في القلقاس الشوربه. وادي القلقاس بتاعي الصلصه اهي، بحمر البهارات معاه. النهارده القلقاس بتاعنا بالصلصه يا رجاله اهو. يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي اهو. طب ايه الحلاوة دي؟ قوم بقى ايه برضو، ادي ملح ادي فلفل شوية ليمون صغيرين مش ياما اهو. تعالوا مع بعض نكمل اهو. ادي الشوربة بتاعتي باللحمة، دي الشوربة بتاعتي باللحمة. ادي اللحمة ملبن ادي القلقاس بتاعي. غطي عليه 5 دقايق بعد كده ادخله الفرن